الاول مره على قناه جميله اونلاين البنات، الطبله ديال الصالون الفريع قد ما كانت متر 10 متر 20 حتى المتر 30 اللي غادي تلقايها باخر ثمن 3500 درهم اليوم عندنا ب 2800 درهم. اي اختي غادي تفرشي صالون عند سي حسن الحي الحسنيه البنات بأثمينة ما تخطرش على البال. سولتك حسن على الفرماجة واش كتبع كومبلي ولا كتبع الميترو؟ بالنسبة للكوان فرماجة حنا دايرين ليه 750 درهم، هاد الموديل ديال النوي. بالنسبة لهاد النوي دابا أنا نجي عندك نعطيك 750 درهم تعطيني هادي كاملة. نعطيك الكوان، خودي الكوان. كلها. السلام عليكم كبيدات ديالي، أش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ مرحبا بكم معايا كاملين البنات. اليوم 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 غادي نديكم عند واحد النجار سميتو حسن، واحد النجار الله يعمرها دار. كنا كنبغيو نديرو طبلات، كنبغيو نديرو صالونات كوزينه، ولكن الثمن بصراحه ثمن قاصحين شويه. سي حسن اليوم داير لكم واحد الثمن بعدا في الطوابل وفي العود ديال السدادر، شي حاجه ما يمكنش. قال لي دايره جميله اختي اثمنه على قد تجيب الناس وبعد الازمه ومن يدك النجار، يعني ما كاينش سمسار بيناتهم او شي حد اللي غياخذ، يعني النجار عنده لاتولي ديالو تيصاوب الناس تيصاوب الكليان اللي كيبيعوا. اليوم قال لك بغا يدير اشهار باش من يديه ليديكم مباشره. يلا تفضلوا معايا، انا كنتواجد في الحي الحسني قيصريه سميتها المركب. مركب اشنو؟ ما عقلتش سميتها، المهم ندخلوا نشوفوا معكم. الناس القيصريه سميتها مركب الهلال، دونك الناس ديال الحي الحسني اكيد غادي يعرفوا. انا انفاس معايا دابا واحد المدرسه ديال الفردوس الخصوصيه، ها هي مرايا، ها هي هذيك، هي هادي. انا دخلت من الزنقه الاخرى لان القيصريه عندها جوج بيبان، عندها باب كيشوف للشارع حدا فين كاينين دوك اللي كيبيعوا داكشي ديال البشكليطات والالعاب اللي جوين، غادي نوريكم في اخر الفيديو غنخلي لكم شويه الطرق. المهم يا ودي الله يهديك، المهم يا البنات انا بعدا غناخذ ان شاء الله طبله ونصوب عند صالوني اختي حياه نجات رشيده من فرنسا. البنات اللي كيسولوني على صالونات، الناس اللي كيلفوني تبارك الله الصالونات راه وصلوا لبرا. ايوا صوبنا البون، صوبنا الصالونات، ولكن اليوم غادي كلشي يقول لنا يا جميله اش درتي لينا، ماشي انا راه يلا عيط لي يا اختي ما عندي ما ندير. يلا البنات ندخلوا على بركه الله ونوريكم الفن ديال الفن. يلا مرحبا بكم. هذه هي الدخله اللي كاينه على مدرسه الفردوس الباب الثاني اولا لا دوزيام بورت ديال القيصريه، وهو هذا السي حسن، وهذا هو الخير تبارك الله اللي موجدين اليوم. واحد السيد كما قلت لكم في الاول الله يعمر حاضر ما بانش يبقى بيناتنا، اللي جرات حسن من الثمنات اللي قال لي الله يكون عاود بربي الفلق علينا يا البنات، وفيما دخلنا يدخل الرزق ان شاء الله. يلا اختي اش كتسني عبر لي داك الصالون واجي مرحبا بك. السي حسن السلام عليكم، اش اخبارك اخويا؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ تبارك الله عليك، هاد الخير ما شاء الله انت اللي مصوبه بيدياتك. دابا انا وعدت البنات قلت لهم شوفوا سي حسن دير لكم اثمنه من يديك لدينا، يعني ما كاينش انت تبيع لواحد نورمالمون انت كتصوب الناس والناس كيبيعوا، دابا انت منك لينا. دابا انا كنتعلم النجار ديالي مباشره. الله يطول عمرك. دونك عندنا اثمنه جد اثمنه خطيره، انا صدمتيني بصراحه بالخدمه. خدمنا راه في نيسان ما شاء الله عليك، هذا هو المحل ديالك حسن. ها الارقام ديال التليفون اللي غنخليكم دائما في الفيديو، كاينين جوج الارقام ها هما، غادي نخليهم اكيد الفوق البنات وفي صندوق الوصف. ومرحبا بكم وبسم الله فيما دخلنا يدخل الرزق ان شاء الله، وبالصحه والسلامه، وبغينا كل شيء يفرش وباثمنه مناسبه. مناسبه بالنسبه للتوصيه راه كنخدموا مع الناس يعني خارج ارض الوطن، فهمتي؟ داخل كازا وخارج كازا، داخل المغرب وخارج المغرب. المغرب كامل وخارج ارض الوطن. توصليها فين ما كانت. فين ما كانت الحمد لله راه كيتوصل. الله يطول عمرك. سي حسن اليوم غنشوفوا معك شنو؟ بانوا لي بعد تبارك الله الطوابل. اللي كيبداو من 2000 قلتي لي وشي من 2000. كاين بزاف ديال الموديلات فهمتي، كاين الموديلات اللي كنشوف هادشي. غادي نشوفوا تبارك الله كلشي، بغيت نسمع الثمن اللي قلتي لي. قلتي لي الثمنات ابتداء من 2300 درهم. من 2000 واخا اجي رجع مازال غنشوفوا معك كلشي. من 2300 درهم يعني 46000 ريال. 46000 ريال. واخا داكور، بالنسبة للعود ديال السدادر كيبداو عندك من؟ بالنسبة للعود كيبداو عندنا لي فاز ديال السدادر من 240 درهم. تبارك الله. 400 درهم. الصباغه كتصبغ انت اللي كتصوب العود انت كلشي ما شاء الله ديالنا عندنا لا شويه كنخدموا تبارك الله، يعني الصباغه كما كتشوف معايا الصباغه ما شاء الله عليك. وعندك اخر ما كاين الفيرني بالبيستولي اخر ما كاين في الموديلات. الله 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 لا صالون صحاب تبارك الله. دونك سي حسن حنا جينا عندك اليوم طالبين راغبين في اثمنه زوينه، ولكن الصدمه انك درتي اثمنه ماشي زوينه، جد جد زوينه، ما لقيتش والله ما لقيت ما نحيد اثمنه جد مش جد.
ليها فهمتي. بالنسبه للناس اللي باقيين في الصالون ديالهم ما يمكنش، مرحبا به فهمتي. يعني ياخذ شي استشاره ولا شي حاجه مرحبا به، الله يطول عمرك. بغا ياخذ شي دابا انت كتعامل مع الناس كلهم، واش الكارتي اللي خلاك دير اثمنه زوينه ولا شنو اللي خلاك؟ حيت ما يمكنش الثمنه انا مثلا الطبله ديال 5000 درهم ديال انت تجي على شي حاجه ما يمكنش. لا راه ديال الاثمنه ما عرفتش، ما يمكنش بزاف. لا 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 بلاتي حسن اخويا، واش هذا مغشوش عباد الله؟ واش هذه والله والله ما نقدر نهزها جدي كامل، والله ما نهزها تبارك الله ما شاء الرحمن. مثلا واحد الناس يعني غنديروا لهم فلاتي ولا كنخدموا ان شاء الله، يعني داك الشيء بروس يعني باقي. انا والله ما قديش يدي تطب الطبعات، ما يمكنش. عندك الفريع وعندك الفن، المهم هي الصباغه فهمتي. الصباغه يعني انا ما كنتقاش الصباغه ميطاليزي، ما كنخدموش بداك الفيرني ديال الدروب اللي كيقول لي بلا بينا. تبارك الله ديال الصباغه ما كنتش من الريس. واش جيتي مخبع هنا وعاد معيط؟ يلا صوب صاحبتي صالون قداش، عيط اخويا. مش انا سبيسيال، انا ماشي انا ما كنتقاش الصباغه. عجب هذه واش نقدر نهزها؟ هذه هذه قدرت شويه، اما هذه والله ما نحركها ما شاء الله. دونك اليوم غادي نشوفوا هذا الشيء كامل، غنشوفوا صندريات، غنشوفوا دي طابل، غنشوفوا كوانات، غنشوفوا فرماجات، غنشوفوا العود شين اللي عاد خارج ديال طوندونس، والثمن الى علاك ترضى. اسمينا مناسب، الله يطول عمرك. دونك البنات راه كيتواجد في الحي الحسني، قيصريه سميتها المركب الهلال، مركب الهلال، راه جات على الشارع ديال بن سينا، كلشي كيعرفوا. اكيد غنخلي لكم التشبيه الطرقي، وغادي نبداو الحلقه ديالنا على بركه الله. وانا اللي نصح البنات كاملين ماشي قدام حسن، وانما فريمون عنده شي حاجه الهباله للناس. ما نزيدوش كاين فينسو كاين معقول، كنتقاتلوا كنتقاتلوا باش يبقى ديما وجه الناس مع الناس. حسن الحمد لله هادشي باش قدامي، الله يعطيك الصحه. غنفرش لك انت، فرش العائله ديالك، تبارك الله عليك. هادي الطريقه باش كنخدموا الحمد لله. الله يطول عمرك. دونك نبداو حسن، يعني راه كندقوا مع الوقت. بصح فكرتيني في الوقت. اسمح لي نقول لك واحد الجمله، واخا ما كيقولوا كيقولوا كيقول لك الناس النجاره جرجاره، واش بصح هذه؟ كيقولوا وقت النجاره جرجاره ماشي كاع الناس، ما جامي نعممو، جامي نعممو، ما نعمموش، لان دابا كما قلتي اللي اتفقنا عليه في صح. دابا قلتي حسن ولاو الناس متطفلين على الميدان، يعني كيكون ما عنده حتى شي علاقه بالنجاره كيعيط لك انت باش كتخدم ليه، هو ما عارف ما غير غير سامع. انت دابا من يدك يدينا دابا الحمد لله راه غتعاملوا مع النجار ديالي. لاك شوفوا غير يدي، ها هو شوف يدك، ها هو جرجر ماشي جرجر، لا نجار نجار. لا تخسر كيخسر وجه ديال بزاف الناس فهمتي، يعني اللي عنده شي دومين خاصو يخدم فيه. اكيد اليوم واش كاين السلعه البيع حسن؟ الله يرحم لك الوالدين. الطبله ديال 5000 درهم تباع ب 3000 وشي حاجه، وهو ياخذ داكشي كامل. يعني ماشي والله ما كاين هاد الفينيسيون، اقسم بالله حسن. انا كنحلف انا اللي شفت، انا مشيت وقلبت وشفت البنات بلا ما نقول لكم فين. باش ما قل هو باش ما مزيان عليه هو، لا حنا بغينا الكاليتي وبغينا ثمن زوين. عندي سؤال الاخير قبل ما نبداو الحلقه، واش عندك حاجه للبيع ولا غير عندك هذا؟ حيت انت قلتي لي اكثر ديال الناس عندك حاجه للبيع، عندك حاجه للناس. كاين بالنسبه للطوابل الشراء كاين للبيع، كاين ديك الكاريه اللي عندي دابا إيه؟ الكاريه وديك الاخرى الدايره هي للبيع. وهادو الناس وي هادو ديال الناس كومون. اوكي دونك ان شاء الله نتلاقاو في ساعه اخرى غتكون ان شاء الله زوينه، ويكونوا عارفيني موديلات قلت لي فوق ما كان شي موديل نعيط لك. كان شي موديل جيت راه نقوم واكيد غيكون حتى لاطولي. يلا نبداو الحلقه على بركه الله. مرحبا بكم، غادي ندير لكم النعته البنات ديال المحل. فهو كاين في المركب، ها هو مركب الهلال، مركب الهلال كاين في هاد لا ريزيدونس هادي الكبيره هنايا. اوتوماتيكمون كاين اللي صحاب اللي كيبيعوا هكايا هاد الالعاب ديال الاطفال. هذا هو شارع بن سينا اللي كيدينا كيدير سعد الخير، كيدير سيد الخادير، كيطلع لنا السوق ولد مينا. فهاد لابارتي هنا كاين سوق ولد مينا هنا في الدوره، ما كاينش فين تلفو يعني. هنا تبارك الله معروف بزاف بزاف، بلاصه اللي كيلعبوا كيلعبوا فيها كاين فيها سعد الخير، هي مختبر سعد الخير. هو اكثر البنات هو مركب مركز باردون باش عرفوا اكثر. كاين هنايا السونخ ديال ديالي سعد الخير، اولا مركز الفحص بالاشعه سعد الخير. ها هو وهنايا كاين سيد بغلا كما قلنا، الشارع ديال بلوسينا هو هذا، واكيد القيصريه هي هذه. فملي كتوصلوا القيصريه دونك كتدخلوا مع الباب ديال القيصريه، وكتبقاو غاديين تو دوا، يعني تبقاو غاديين نيشان ما تدوروا لا يمين لا شمال، ونتلاقاو اكيد ملي نوصلوا في الخارج ديال الكولوار غادي نتلاقاو. الدوره البنات على اليسار كاينه دوره وحده معنا هي هذه، وهذا هو المحل. غتلقاو هاد السيد كيدير طابيسي هنا، هاد السيد كيبيع سنيكات الله يسهل عليهم، واكيد غادي تلقاو نجارات حسن هو هذا. فبالصحه والراحه ومرحبا بكم. نبداو
سي حسن مع اول طبله واول برومو عندنا في الحلقه ديال اليوم اللي غادي تكون ان شاء الله حلقه يا البنات زاهيه، وانا متاكده بان كل شيء غادي يستافد من لي برومو اللي دارنا سي حسن. ان شاء الله كاين برومو مزيان على الطابله كما الطابله ديال السيفوره، عود ديال الشوك وتبدا النقشة من قوس بليل. هذه دابا طبلة ديال الشوك، عود ديال الشوك البنات ليطر. هي تبارك الله الرجيلة ديالتها، هذه راه عاد خدمها راه كوموند البنات ديال شي سيدة ديال الصالون إن شاء الله اللي يدخل عليها بالصحة والسلامة. قلتي لي يا حسن هاد طبلة مصبوغة بالصباغة ديال الطوموبيلات. أنا باش نعرفوا العيالات ميتاليزي. ميتاليزي ديال الطوموبيلات. تخي بيان. فيرنر فيرني سبيسيال شو هي الفيرني ديال الفلسطينيين. فيرني سبيسيال البنات وغزالة عرفتي مصوبة بواحد الطريقة. عرفتي اللون هذا اللون الصحراء كيجي زوين. هذا سميتو لون صحارى كيجي ما ذهبي بزاف ماشي صفر بزاف ماشي برونز. هذا البلانط هذا باش اي لون في البلانط يقدر يمشي معاه كيمشي معاه تخي بيان. عندها صندريات جوج اللي كيجيو حتى هما نفس الشيء. انتم البنات انا غادي نحاول نقرب لكم هذا محطيني على برا وتيقول لي سربيه جميله اجي لان غادي نديهم الناس ديالها. بالنسبه لهذا الستيل اللي كتجي فيه هكا بحال فيها شويه ديال النوار. اه هذا الطابينات كيجي من الداخل كيبين النقشه فهمتي. فوالا كتجي خطيره الزواقه غزاله. هاد البنات هاي غير الطبله تبارك الله راه طبله كبيره. طبلة العبار يعني متر وعشرين. متر وعشرين وكاينة طبلة أصغر منها متر يعني العبار كيبقى على حساب الصالون. على حساب الصالون غيبقى لو ميم بخي. قد ما عندك الصالون عيطي لنا ومرحبا بك. متر وعشرين متر وعشرة متر وثلاثين يعني ماشي مشكل. ماشي مشكل غيبقى نفس الثمن. المفاجأة السي حسن اليوم. المفاجأة هو أثمنة أثمنة دايرين أثمنة جد مناسبة. بالنسبة للطبلة هذه كتبقى 2800 درهم. واو 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 بلاتي نزومي ونشوف شوفوا يا البنات. قد ما كانت متر وعشرة متر وعشرين حتى المتر وثلاثين اللي غادي تلقايها بآخر ثمن 3500 درهم اليوم عندنا ب 2800 درهم. أي أختي غادي تفرشي صالون بعند سي حسن الحي الحسني يا البنات بأثمنة ما تخطرش على البال. واخا الصندرية ديالها راه كتبقى ب 700 درهم. وبلاش سي حسن ما كملتش ليهم راه الطبلة ماشي ديك الطبلة راه حيت كاينة طبلة وكاينة طبلة. هذه عندنا الطبلة بالرجل شنو كتسمى هذا الموديل؟ هادي طبلة برجل ديال سيفورا. زواقة ديال الفاية معروفة هاد الزواقة هادي. شنو سميتها؟ زواقة ديال الفاية. الفاية؟ الفاية سميتها. الفاية، الفاية دير بحال الفاية. ما شاء الله عليك. بالنسبة لي صندغية الثمن ديالهم اليوم غيبقاو برجل وحدة تا هما طلات. ركزوا معايا نفس الصباغة ميتاليزي شي حاجة الهبال. والثمن البنات ما كايناش 1000 درهم ما كايناش 900 درهم غير 700 درهم البنات. واللي بغات الزاجة ديالهم يعني اللي بغات بالزواقة من الفوق بالجوج راه كتبقى ب 800 درهم. إلا بغاتها من زوقة شنو نفس الزواقة اللي كتكون هنا. الزواقة اللي كتكون هنا كتكون الفوق كتكون يعني الفوق. حنا غادي نخليو لكم الصورة ديالها في الجنب. كتكون زاجة يعني مارو. زايدة الزاجة وزايدة زواقة وزايدة غير 100 درهم يعني راه 800 درهم. دونك إلا خدات طبلة كبيرة ولا طبلة صغيرة اللي بغات وجوج ديال لي صندغي شحال غيبقى الثمن ديالهم؟ الصندغي كيبقاو ب 700 هي 1400 درهم على 2800 درهم. ودائما بكود جميلة يا البنات الله يعطيك الصحة. ونعاودو نأكدو الصباغة اللي بغاو هما بغاو الميتاليزي لون أي لون بغاو نديرو برونز ذهبية كثار الله يعطيك الصحة. الموديل الثاني الموديل الثاني صباغة شكل آخر كي هذا اللون البنات هذا صحارى ميتاليزي. هذا اللون ديال الشامبوان سميتو لون الشامبوان حتى هو ميتاليزي نفس الشكل نفس الفينيسيون البنات كتجي عرفتي تخيليس ما كاينه خبشه ما كاينه عقبه ما كاين داك الشيء مفيني ما نقولكم. شوفوا البنات التليفون تبارك الله تيصور بواحد الطريقه خطيره. انا كنحاول نزومي لكم. بالنسبه للزواقه شنو سميتها؟ زواقه الزواقه ديال القشاروميه. شوفوا هذه عاوتاني رجيلات على اربعه شفتوا كيجي فيها لتحت تقدر تحطها هكا شي ديكور شي با. المهم نتوما شنو بغيتوا تيجيو رجلين كاملين منقوشين على اربعه بيهم ها نتوما البنات. ها الاخرى ها هي حتى هي هابطه معاها النقشه كامله زاله وحتى من التحت لاحظوا معايا لا ميم سوج في الرجل الثالثه واكيد الرابعه. وكنعاودوا نزومي لكم على الزواقه كامله. دونك حتى هي تتمشي بنفس الستايل حسن. اه داكور اه خليك انا نجي انا نجي عندك قدر نمشي ليا في الزواقه. شوفوا البنات شوفوا لي الطبله شوفوا لي الطبله الداخل ديالها يعني راه ما كاينش. شوفوا لا فينيسيون عود ملي كنقولوا طق طق لا فينيسيون وحتى في الجنيبات ها انتم النقشه كيفاش دايره. بزاف البنات غتكون عندهم هذه النقشه هذه في السداري واصلا هادو كيجيو ستوندر يعني عندك هذا اللون تاخذي هذا اللون شامبو عقلو. الثمن ديال هاد الطبله يا البنات ها انتم الصندريات ديالها هما انتم غادي نوريه لكم غادي تبقى اليوم حصريا ما كايناش 4000 درهم ما كايناش 5000 درهم حيت انا مشيت البنات وسقسيت ولقيت اثمنه خياليه 3000 درهم البنات شفتوها ها هي هاد الطبله بهاد الصباغه ديال شامبوان وبهاد الرجيلات اللي منقوشين واللي بغات الزاجه ديالها يعني اللي بغات الزاجه كتبقى ب 3400 درهم 400 درهم زاجه كتكون منقوشه كامله من الفوق يعني بالزاج مارو داكوغ كتكون منقوشه كتكون منقوشه كامله من الفوق وبالزاج مارو ديال الصه
الله يعطيك الصحه. غادي 400 درهم وغادي تاخذيها بالزاجه ديالها. بغيتيها سامبل هكا خديها 3000 درهم من بعد ان شاء الله ويسهل سيدي ربي. ومرحبا بك عند سي حسن. بالنسبه لي سوندغي لا ميم شوز. دونك نعاودو ناكدو على الدوره ديال هاد الناس كيفاش كتجي. لاحظوا معايا كلها تبارك الله دايره النقشات كيجيو هكا في الرجيلات. ودائما هاد التحت كتكون بحال الطبيله عاوتاني من التحت يعني كتستافدي منها. شوفوا البنات لا فينيسيون. كنعاود ناكد لكم على الفينيسيون يعني ما كايناش تخيلي قطره د الماء هنايا تهبط هكا كتجري. ميتاليزي شي حاجه لهبال. الثمن ديالها غير 800 درهم البنات. لي زايده على اخرى 100 درهم لان هذه زايده فيها الخدمه وزايده فيها الزجاج. الخدمه في الرجلين منقوصه من الرجلين. ايه تخي بيان. شنو قلنا على الزجاجه؟ الزجاجه منقوصه كتزاد 1000 ريال كتبقى ب 850. واو. الله يطول عمرك البنات. هجوم هجوم حياه حياه اختي انتي معايا. دونك انتي الصالون الثاني. الصالون الاول حنا خدمناه الصالون الثاني ان شاء الله. واللي بغات البنات تكلفني بالصالون ديالها كيما حياه من بلجيكا مرحبا بها. صالون بالطلامات ديالو وكل شيء تبارك الله العود عند سي حسن. دونك 850 درهم غتزادك الطبله باردون غتزادك الزجاجه ديال الطبالي اللي مختصه يعني كتكون خاصه. غنقول لكم بحال الشكل هذه خاصه ديال العود وكتكون منقوشه. وانت تبارك الله غير جوج طبيلات وانتي خدامه. دونك 850 درهم بالزاج ونقشه من الفوق و 800 درهم غتجي بحال هكا صافي بالصحه والراحه. غادي ندوزو مع الموديل الثالث. واو اش هاد الصاص عاوتاني. هذا لارجونتي. هذا لارجونتي. وزواقه شكل ثاني. شنو سميت زواقه؟ سميتو بوجات يعني زواقه مقطعين. بوجات ها انتم البنات. شوف كتكون هنايا سامبل كتجي هكا مخدومه سامبل منا وهنا كتجي هكا بالبوجات كما تيسميوها هما زواقه البوجات. شوفوا البنات لا فينيسيون. شوفوا هي الجاليه المغربيه اللي كيحماقوا على هادشي. شوف هاد الناس عاوتاني هنايا كتجي واحد النجيمه عاوتاني هنايا ستيل هكا مخدومه منقوشه وهي دايره كامله. غنحاول ندور لكم بها بعجاله ها انتم البنات. يعني زواقه كبيره زواقه صغيره لا ميم شوز. حتى في غزاله 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 هاد الطبله كتحمق عرفتي كتشهيها تهزيها وتحطيها عندك في الدار. انا بصراحه مازال ما خدمتش الطبعه ولكن ان شاء الله نخدمو عند سي حسن. دونك هنا اللون قلنا ارجونتي ديما ميتاليزي ديما لا فينيسيون ديما الهبال ما تخافيش منها كان هي ما فيها الزجاجه تبارك الله بحال فيها الزجاجه. كتبان بريو اه ماشي فيرني اه هذه كتمشي بداك هكا بحال كتصبغ الطوموبيل. اه ما شاء الله اكيد وي. دونك هنا بالنسبه للرجل انا كنحاول نهبط باش نوركم. شوفوا لتحت كيفاش مخدومه كلها مخدومه على بعضها. الرجل تبارك الله كتجي عريضه والتحت ديال الرجل تيجيو تما منقوشين. انا غنزومي لكم باش تشوفوا رجيلات منقوشين بحال شكل الزبون. انا غنوريه لكم هنا في الطبيله الصغيره السوندريي. شوفوا يا البنات وتبارك الله ثقيقله ها انتم اللي كتبغي تقيسها ما شاء الله ثقيقله. شوفوا البنات التحت يعني فين يعني والرجيلات كما قلنا منقوشين بشكل بحال الزبوله في لي كاتر بي كاملين ديالها. وخلاص كاينه حتى لتحت عندها واحد اللعيبه شوها من تحت مخروطه من هنا وهادي لا ميم شوز دائما. ولكن الثمن هذيك كتبقى ثاني مفاجاه. هذه الثمن كتبقى 2000 بلاتي بلاتي كلشي هذيك 2000 يعني 46000 ريال. صدقي يا مدام ولا ما تصدقيش حنا كنهديوها لك. هذه كادو الجاليه المغربيه راه كيدير التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب فين ما كنتي توصل كسل عندك. و 46000 ريال عباد الله بحال هاد الطبله هادي فيها متر و 20 كانت فيها متر و 30 حتى هي 46 كانت فيها متر و 10 حتى هي 46. غادي ندوزو دابا الطبيله الصغيره 150 درهم يعني 13000 ريال. صندريه منقوشه رجيلات ورجل وحده لانها دابا هما اللي خارجين تاني جداد. ولكن الاختيار اي صباغه بغيتي تبارك الله ما شاء الله المعلم. وان شاء الله كيضرب لينا مأكيد موعد الفلاتو لي ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. دونك غتخليكم معايا نشوفوا نفس الصعيب ولكن هذه المره في الطبله الكاريه من عند سي حسن البنات. هذا المحل وان شاء الله كما قلنا قريبا جدا فيديو اخر فانتظرونا ان شاء الله. انتظروا الجديد والاثمنه يا البنات. هرس دقدق الاثمنه ديال ناس الحي الحسني ولاد الشعب وبنات الشعب. دونك هذه مربعه هذه طبله مربعه وفي ناضيه هذه واجده. جيو هزي وحطي انت اختي بالزجاجه ديالها بيان سور. شوفوا البنات الزواقه بالسنسه كتسمى هذه زواقه السنسه كتجي كلها دايره ها انتوما. ها الزواقه الاولى من الفوق وزواقه في وسط الزواقه واكيد في لي دو كوتي في لي كاتر كوتي باردون. دونك في اربعه هي كاملين كتجي دايره كامله في اربعه ديال بلاصات كاملين. انا كنحاول نقربكم من الصوره باش كانك انت معايا علاش غتجي تحنا انا نتحنا لك اختي وانا نقلب لك باش نوصلوا اكيد للثمن ديالها سي حسن.
هذيك كاينين الصندريات ديالها ب40 اللي بغاتهم اللي بغاتها اللي بغاتها غيكون الصندريات ديالها. اوكي هذه مناسبه دابا مكومونديها ولا هادو للبيع؟ لا هذه للبيع طابله. يعطيك الخير يا خويا صافي نجيو نهزو. شنو اللي كاين دابا للبيع هنايا؟ للبيع كاين عندي هذه وكاين هذيك الفلكري. ها انتم الكري ميتاليزي هذيك الصندريات بزوج والطبله ديال 2300 درهم هي 70000 ريال وهذه حتى هي للبيع. هذه كتبقى 2600 درهم بالجاج ديالها. واو شحال فهاد الميتراج؟ هذه الميتراج ديالها فيها متر 10 على 75. سمعتوا البنات متر 10 في الطول 75. دابا تنوضي تعبري ليا الصالون دابا هادو تسوي داك السيجور اللي عندك غزال وكتقلبي ليه ولقيتيها اختي ب 3500 درهم. ها هي يا البنات 2600 درهم يعني 52000 ريال فيها الزاجه ومنقوشه من الوسط. ماشي سامبل اختي لا سامبل راه رخاص. بالنسبه للرجيلات عاد غندور لهم كيفاش كتكون رجليها؟ كتكون رجل وحده وتبارك الله عريضه. شنو كتسمى هاد الرجيل هاد الستايل رجل كاغي؟ شوفوا البنات باش تشوفوها هكذاك باش نوري للبنات. ها نتوما ونعاود نطلع لكم للفوق. هنا هنا اختي شفتوا البنات الله يعطيك الصحه. دونك 52000 ريال كود جميله البنات وبزاجه مفين. قلت لك جيو هزي غادي ندوزو لهاد لي دو طابل. هادو شنو كيتسمى؟ هادو جداد هذا طبله موديل جديد اللي كنسميوه في السوق ديالنا المغربي بالطيافر. دايرين طوندونس مونيام امريكان الناس اللي غاديين العقل الجميله اونلاين اللي كيقلبوا على الهوته وعلى شي حاجه زوينه تراديسيونيل. ها هي شوفوا لي البنات هما كاينه اللي كتكون فيه الزاجه وكاينه اللي كتكون فيه ما عندهاش حاجه كتكون نورمالمون وحده. كيكونوا اللي كيبغيو جوج كاين اللي كيكونوا ثلاثه كتكون هذه كبيره ايه كتكون وحده تحت من وحده كيكونوا نورمالمون ثلاثه. كاين اللي كياخذ زويجه دابا هذه عندك فيها كوموند جوج بصح كاين اللي كيحطهم في لو كونتي كاين اللي كيفرقهم وهما تيجي وحده داخله في وحده عاوتاني الثالثه كتكون داخله فيهم سيتيتوا. الوغ هادو دائما نفس الصباغه اللي كنا شفنا الاولى ميتاليزي الشامبو هادي ولا الشامبو كلها كتجي منقوشه. هانتوما كيجي واحد هنا السامبل في القدام باش نوريكم هكا وهنا كتكون زواقه عاوتاني شويه السامبل شويه الزواقه بحال الكريه اللي كنا شفنا. ها هي البنات زواقه محفره غزاله والرجيلات كيجيو هكا شنو هاد السايد باش ما نقولش انا السميه شنو اسمو سميت هاد الرجيلات اللي كيجيو سبوله كيجيو البنات مخروطين كتكون عندها ثلاثة درجين ماشي أربعة. هاد الطيفور طبلة طيفور ولا صندري طيفور كتكون ثلاثة تخي بيان إلا كانوا أربعة ما يمكنش تدخل وحدة في وحدة ولا ما يمشوش الثانية. دونك الثمن ديال هاد الطبيلة الطيفور كيقول لهم 850 درهم الوحدة. هاد نبغى وحدة بغا على حساب دونك وحدة ب 850 درهم وأنت غادية ياك اللي بغات وحدة يجي ليجا اللي كيبغي جوج اللي كيبغي ثلاثة غيبقاو بلا ميم بخي على حساب الله يعطيك الصحة. بغيتي جوج كبار بغيتي جوج ثلاثة هكا وحدة صغيرة وحدة كبيرة بغيتي ثلاثة اللي بغيتي غيبقاو ب 850 درهم. وكنعاود نأكد لا فينيسيون واللي بغات الزاجة الوسطى سي حسن اللي بغات الزاجة كتزاد بحال بحال كيبقاو ب 850 900 درهم بحال تزاد 550 درهم الله يعطيك الصحة. دونك غتزاد كي 50 درهم في لابياس غتولي ب 900 درهم واللي بغاتهم هكا سامبل غيبقاو غير ب 850 درهم. ولكن شوفوا البنات راه الثمانات كما قلت لكم هرس بالبن. غادي نبقاو دائما في الطيافة وغادي نوريهم واحد الموديل اللي كيجيو رجيلات ديالو سامبل على شكل صندرية عادية ولكن هو كيتسمى طيفور كيجي غارق. الزاجة ديال هذاك الطيفور واش كتكون من الفوق ولا من الداخل؟ كتكون هنا كنديرو ليها البلاصة ديال باش نطيح من الوسط. داكوغ بحال هذاك أنا كيحسب باش الزاجة حسن كتكون داخل. لا كنديرو حنا من الفوق غير اللي كيبغي من الداخل كنديرو ليه الزاجة ثاني من الداخل. الله يعطيك الصحة يعني أنا مثلا ما نكرهش تكون كيبغي يحط فيهم شي براد كويسات هذاك الشيء الله يعطيك الصحة. كاين اللي كيدير الزاجة من الفوق كيدير فيه الوارد شي حاجة فوالا دونك تتبقاو هذه كتحيد وكتحاول الله يعطيك الصحة تعمريها بالوريدات ولا بديكورات هكا بزيين. هذا دائما الاختيار ديالكم. بالنسبة الزواقه كتمشي على الزواقه اللي بغيتو بالنسبه لا كولور حتى هي لا كولور اللي بغيتو. هادو غتلاحظوا معايا لان فيها واحد الخط الوسط هنا سان ديزاين اكيد غتمشي لك مع السدادر كاملين. الثمن ديالها حتى هي غتبقى بحالها بحال خواتاتها. الثمن ديالها بزاجه ديالها كتبقى ب 850 درهم بزاجه ديالها علاش؟ حيت الاخرى زايده فيها الخدمه في رجلين. ها انتم البنات الاخرى زايدين في رجلين. هذه الرجيلات ديالها سامبل دونك هذه بزاجه ماشي 900 درهم غير 850 درهم. غادي سوقنا الحديث هنا لواحد الطويبلات شفتهم عند حسن صندريات حمقوني انا فاش شفتهم كيحسب لي واش فيهم النحاس لان فيهم واحد لابوند خطيره يا البنات. شوف قال لي لا هذا عود نفسه بحال هذا الشكل هذا عود وكيتصبغ كيتصبغ زاهر زاهر الا شفتوهم البنات على بعد حسب لكم واش فيها بوندا ديال النحاس. شوف دونك هادو صندريات العاديين عاديين طبله بزاجه هادو فيهم بزاجه ولكن بصراحه غزالين
اللي بغات في الالوان كاين مارون كاين فيهم لي كولور كاملين وانت على حساب اللون كيبقى على حساب فوالا كحلة مارون اللون ديال العود كيبقى على حساب 700 درهم ايوا خويا غادي ندوزو لي كود كار الحلقه اليوم بصراحه اليوم عندنا جوج ديال لي كود كار عندنا هذه الطبله الملكيه اكيد كتعرفوها كاملين وكتعرفوا الثمن ديالها شحال كيدير في السوق راه كتوصل حتى ل 5000 درهم غادي تسمعوا من عند حسن الحي الحسني شحال دايره هاد الطبله وكاين كذلك هاد العود اللي حتى هو داير طوندونس نوايي هذا حتى هو غادي اكيد نشوفه ولكن قبل ندوزو لهذه حمقاتني هذه خلاص هذه الهبال الوغ شنو سميت هاد الطبله هذا كيتسمى مودي ديال الشيشه ديال موديل شيشة شيشة يعني عندو الرجل ديالي انا غنسميه الموديل الملكي كيحمقني هذا الموديل وراه شفتوه معايا شحال من بلاصه البنات واكيد سولتو على هاد الطبله الغزاله كتكون منقوشه البنات حتى من الوسط دايره فيها النقشه دايره وكتكون الوسط ديالها في واحد لابوم دايره ها هي شوها ومزاجه ديال يعني هذه كامله مكموله شحال فيها تاي متر 20 متر 20 في العبار ديالها متر 20 كتحمق يا البنات كتحمق ولا سمعتوا الثمن غادي تشوفوا شوفوا رجيلات كنعاود نزومي لكم انتم البنات الخدمه كيفاش دايره من الداخل وتبارك الله الداخل ديالها هاد الرجيله ديال الشيشه كلها مخدومه لاحظوا معايا الرجيلات انا كنحاول نزومي لكم لي ديتاي كانك معايا يمكن سخرتي راجلك ما يديرلكش الخدمه اللي درتها لها حسابي يقول زوينه صافي دونك الثمن ديال هاد الطبله بزاجه والنقش الوسط مفاجاه صدمه قوليه 3000 3800 درهم بالزاجه ديالها الزاجه ديال 6 الزاجه غليظه اه الزاجه ديال 6 ومارون هاد الزاجه ديال 6 سمح لي سي حسن واخا نحطو عليها السخون ما كطرطق ما والو كطرطق ما والو اه يعني راكم عارفين الطبله تبارك الله كتحط عليها الطاجين نحطو عليها واخا كتكون ديك السيبوره القصريه ما كطرطقناش واعره خطيره زاجه في المارون اللي كتعطينا داك لو غوفي العود شي حاجه الهبال وراه كلها دايره بهاد لابوند الا لاحظتوا معايا هاد لابوند كلها كتجي تبارك الله كامله دايره دونك 3800 درهم ثمن جد معقول وهذا ثمن من الاخر كما تقال لي حسن يعني دار لكم درت لهم الثمن ديالك وجميله يعني اسمينه مناسبه اسمينه مناسبه حنا غادي نقولوا الثمن ديالها اللي كاين في السوق راه يعني بريسون فيها 5000 درهم 4500 اه ديرني بري انا سولتهم ودخلات وما خديتها جاتني قاصحه ما خديتهاش ولكن ان شاء الله باذن الله دابا عند حسن ناخذ كل شيء من عنده اللي بغات تاخذ البنات كل شيء راه كاين تمشي الصالون معاها كامل دونك الصندريه ديالها شيشه غير الزواقه اللي مختلفه هذه هي اللي عندي انا في الدار عندي هاد بحال ارابيسك هذا الدوزام اسلاميه بريميير دونك هذه كتمشي معاها تقدر ديريها معها ويقدر يدير لك نفس الزواقه اللي كاينه هنا يخدمها لك في هذه بالنسبه للزواقه كنخدموا على حسب الزواقه هذه زواقه الكليان ها انتم شوفوا عاوتاني هذه لا ميم شو شوفوا لي الداخل كيفاش كتجي الرجيلات كيفاش مخدومين وكلها مخدومه ما شاء الله ها انتم يا البنات اللي ما بردت لكم القلب فهمتي اللي بغات شي صالون وعاشقاه مرحبا الثمن ديالها حتى هي غيبقى الثمن ديالها كيبقى ب 950 درهم 950 درهم يعني 19000 ريال بالزاجه ديالها بحال هي 900 وزاجه 50 درهم ونعاود ناكد على الخدمه اللي كتكون من الداخل يعني راها كلها منقوشه بالخدمه سواء حنا كنقولوا لها ارابيسك او زواقه دوزام او زواقه اسلاميه دونك سافو دو شوازير بالنسبه اللي بغات الصالون كامل ديالها كتخدم قلتي لي الكوتيات كتخدم تكايات يعني تكايات غنشوف واحد الموديل ياك نوريكم كاين موديلات كثيرة حنا نوريكم في الكتالوج واخا كاين عندنا الموديل هذا ايه شوفوا هذا هاد الموديل هذا ها هي هاد الموديل كيتحسب ب 300 متر يعني على حسب الموديل ديال 6 على حسب الثمن 6 بحال مثلا 250 درهم كضربها في 3 بحال دابا مثلا الا ملي كتهضري على 6 دالي فكنهضروا على هالقة مثلا هنا باش البنات يفهموا هذا مثلا شحال ديال المترو مثلا هذاك ديال 350 درهم هذا المترو 350 درهم راه ماشي بنات غير لافاصاد داري بالعود ديالو كومبلي 350 شحال غادي يبقى هذا كيبقى كتحسب 3 متر بحال 350 درهم داك الكوطيات يعني داخله فيها واحد 70 سنتيم يعني كتكون شي هنا من القوس مثلا كيتفيكس من الفوق دونك الكوطي 3 متر فيه كيبقى شحال الا كان 350 كيضربوها في 3 اي ثمن يعني اي ثمن حسب الموديل متراج خبير متراج وكاين اللي ديال 70 ديال 60 كل شحال بحال مشكل راه يعني بحال 70 يعني 75 ماشي مشكل الله يعطيك الصحة يعني هو معروف ديال الشوفال ديال واو حتى هذا غزال يعني هو كيتحسب 3 متر هذا موديل شوفال ديال الشوفال شوف البنات القطية تبقى كيفاش كتجي غزالة فيه والخدمة الخدمة أهم شيء هي الخدمة والفينيسيون عرفتي واحد ما كاينش البنات ما كانش مخدومة راه كتقشر بزاف كأنها ما شاء الله تبارك الرحمن طوموبيل لا فينيسيون كيفاش مخدومة ما نقول لكمش ما كايناش شي دقة ما كايناش أنتم كنزومي لكم ما كاينش نزومي والو لا في الصباغ وسيرتو في الصباغ لأن هذه شيء مهم وتقول
كلها على بعضها، لا حتى في الرشمه اللي خصها تكون نورمالمون شي دقه ولا شي حاجه. الله يعطيك الصحه زعما فريمون تبارك الله عليك. دونك حتى هذا تيتعبر نفس الشيء، حتى هو تيتعبر هذا. كاين موديل، كاين تبارك الله موديلات كثيره كيما قلت لي هذا الريزو باش دير الريزو نعرفوا شنو غنعمل. طاق موديل العاود تبارك الله موديلات كثيره، هذا هو خارج طوندونس. طوندونس كيكون بزاف الصانه، وتا هو بحال دائما 3 متر. كاين اللي عندنا موديلات كيتحسبوا جانب بجوج متر، فهمتي؟ داكوغ. دونك من هذو اللي ولينا دابا 3 هذو كيتحسبوا ب 3 متر لان هما اللي اكيد غتوريه كل شيء. دابا غادي نرجعوا للسداري حسن، السداري وغادي نشوفوا اكيد زواقات كثيره، وغادي نحاولوا نعطيكم ماكسيموم ديال الاثمنه. حنا بغينا نخرجوا ان شاء الله باستفاده كاملين، باش ملي تمشي للسوق تكوني عارفه وانت وجيبك وانت وشنو بغيتي. باش غادي نبداو سي حسن؟ واخا نبداو بهذا البانو هذا. اييه هذا البانو هذا كتشوف معايا انت لافاز ديال الميطه. اييه الكيسو ديالها مرة فيه 17 سنتيم. اوكي اللي كنقولو 17 17 يعني 17 في الطون ديالها. اييه ولي بيسو العرض؟ العرض ديالو هذا مخدوم من 26. ملي كنقولو العرض يعني هذا الغرض ديالو، الغرض ديال السداري. اوكي هذا ديري كيبقى ب 300 درهم. 6000 ريال البنات. غادي تشوفي لافينيسيون هذه الصباغه، دائما الصباغه راه مهم. وهاد الزواقه راه حنا شفناها عندك دابا، هاد الزواقه راه شفناها في الكري وشفناها في لي طابوغي صغيورين اولا في الصغيورين. الموديل هذا هو. هو نفس الثمن هو كيبقى. واللون ديال الصباغه تقدر تقول لي هذه مثلا برونش. هذا اللون هذا الشامبوان. شامبوان؟ اها هذا اللون بريباري هذا الشيء. هذا اللون ملكي دوري صفر. هو اللي في. كاين صحارى. كاين هذا كري درهم ارجونتي. كاين هذاك اللون اوربال يعني دوري شو، وكاين هذاك كري سوندر. كري سوندر هذاك هو اللي بحال هذا كري ولكن ماشي ماشي درهم. فونسي عليه شويه. اوكي فونسي عليه شويه. كاين دوري شامبوان ولا شامبوان. ما شاء الله تبارك الله خدمتكم تبارك الله. بالنسبه للاثمنه هادو كيبقاو 300 درهم. هادو كاملين اللي قلنا وهاد السميات كاملين انا غنحاول نبعد باش نوريهم لكم كاملين. 6000 ريال اللي عجبتك في هاد الموديلات اولا في هاد التلوينه اولا في هاد التشكيله اللي دابا تبارك الله تقريبا زواقه مختلفين، كاين زواقات مختلفين كلهم 300 درهم يعني 6000 ريال. غادي ندوزو لهذا. ها هو طروات ديالها. غزال عاوتاني هادي يا سلام. هادي الرونج روفر اللي انا كنموت عليها. هذا ديري لي 400 درهم. علاش ديري لي 400 درهم كما قلت لك كاين 40 صور الغلط ديال الحاج. هاك داك دابا غيوريكم الغلط ديال هذا عود هذا حسن. الليطر شوك هذا ما كاينش. نخدمو الليطر شوك 4 سنتيم في الغلط ديالها. 4 سنتيم. الدوبل مثلا ديال هذا. هذا لا. هذا 26 هذا كتخدم 4 سنتيم في الغلط ديالها. تبارك الله. ولكن باش تجي تشوف كتلاه بزاف في الصالون. ولكن شوفوا البنات هنا هاد لابارتي هادي انا غادي نحاول نزومي لكم باش تشوفوها. شوفوا البنات هنا كيفاش مخدومه. شوفوا داك الصباغه وواحد الكحل داخل فيها باش كيعطي هذاك الغماز روعه. دونك هذا 400 درهم. كله منقوش عاوتاني. هذا شنو زواقه شي جديده؟ هذه جديده هذاك 2023. فيرني شنو راه فيرني كنخدمو فيرني بيس طاولي ماشي ديك فيرني ديال بلانسو. ماشي بلانسو. باش الفرق بينه وبين السباب. ما شاء الله عليك. فيرني بيس طاولي. دونك هذا هو كات بحالو. بحالو هذا الثمن ديالو كيبقى 350. هذا 350 وهذا اللي قلنا بيستولي 400 درهم. 400 درهم. هذاك الموديل هو اللي شفتيه في الطابلو ولا شي. اييه موديل. كيبقى ب 350 درهم. اييه. بالنسبه لهذا هما فيهم جوج. هذا الكري و داك الصحراء كيبقاو 300 درهم من البيع. هذا 300 درهم بحال الاولين. بحال الاولين هذا الموديل ديال اللوايه انا راه معروف. هذا اللوايه. اللوايه كتسمى هذا كيبقى ب 350 درهم. هذا لافاس هو راه مخدوم من 40 يعني الفاس غير 4 سنتيم يعني كيبان لك الفاس مفورمي. كتبان كتبان بون. هذا كيبقى ب 350 درهم. كاين هذا الموديل هذا تا هو موديل ديال اللون الشامبون كيبقى ب 300 درهم. ايه الخدمه راه لافينيس وكشي ما يخدم كيفاش داير. كاين هاد الموديل هذا ديال السبوله وكيبان لك شي هذه شي زواقه جديده زواقه مشارجي كتبقى ب 350 درهم. كاين هاد الموديل هذا تا هو والله حتى ابيض في البيض درنا له اللون في البيض كيبقى ب 300 درهم من الميزان 6000 ريال فيها حتى ديك لابون شحال فنه والله الا داير اثمنه زوينه زعما بيناتنا. انا فاش دخلت قلتها لك حسن قبل ما نشعل الكاميرا قلت له تبارك الله الاثمنه اللي دايره ما كايناش في السوق. كاين عندنا هاد الموديلات هادو موديل بلاكاج عندنا في سميتهم بلاكاج. هذا بلاكاج كاين هذا النوي كاين عندنا في الشام كاين في الاكاجو. اوكي الاكاجو هو داك الفوقاني. الاكاجو هو داك الفوقاني يعني هذا راه فيرني ناشورال في اللون ديالو. هادو معروفين هاد الشكل. هادو اللي مزوقات هادو من التحت كيعطيو واحد الرونق زوين تما. هاد الزواقه هادي هادي كاين هادي بلاك شونتي كاين هادي اللون العود كاين هادي التروفيات تاعنا كيجي. على حسب السيده شنو شهوتها وصافي. هادو كيبقاو 370 درهم من الميزان. هادو كاملين. فاز 40 4 سنتيم في الغوت. كتكون اي بون بي البنات. فاز طغليظ 4 سنتيم. كاين هاد الموديل هذا اللون الصحراء.
يبقى ب 350 درهم. هذا شو هو نفس الفيرني هذا شو هو ب 350 درهم. وهذا خلاص راه ميتاليزي. نرجعوا للبانو الرابع. هذا ديال المخرب هذا. خطير واو واو تبارك الله كي داير. وهذاك علاش عريض هذاك ولا زعما طول فيه؟ كاين اللي كيبغي فاصع. شي حاجه هبال. هذا الشيء مالك عاوتاني. هذا بحال هالطبلة هذه كيجي داك الشيء. كيطلع تبارك الله. هاد الزواقة تاع البنات بحال هالطبلة هذه في الزواقة والشكل ديالها. هاد التخريمة وهاد وهاد الشبك تبارك الله. هاد الموديلات ديال المخرج هادو كيبقاو ب 550 درهم. هذا بكل جميلة. نورمالمون هما راه دايرين شي 700 غير من 700 غير 700 انا راح مشيت قلبت يعني هاد لافينيسيو بهاد والله تقلبت دخلت وقلبت محل بمحل ولكن الاسمين راه كيطلعوا لك تسمى ما عرفتش علاش تكيسوا علينا يا نجار الله يهديكم. شوفوا تبارك الله الموديل كيفاش داير. هذا هذا الداخل واخا تخشيت الورد هذا بحال نجيم هذا كيبقى ب 500 درهم 500 درهم. كاين هاد الموديل هذا كيبقى 450 درهم هذا فيه بحال النيبات تبارك الله. هذا المقود مخدوم في الفانساج يعني الغولد ديالو ماشي بحال ما داكوغ كل واحد وزواقه. هذه راه غليظه البنات هذه ديال 550 هذه شويه رقيقه عليها ولكن حتى هي غزاله وخلاص. هذه الزواقه هذه كتبقى ب 350 350. ندوزو للبانو الخامس. انا نبقى نحسب باش البنات يتبعوا. هذا بحال هذاك اللي شفنا هو خدمه زايده الاسمين مختلفه على حساب النقش هذاك على حساب الزواق. مثلا هاد الزواقات مشارجين هادو كيبقاو ب 350 درهم. هادي راه فيها من هنا يا البنات حتى لهنا باش 21 ف باش يعرفوا بعد مع دابا ملاصقين ما تيبانش. مي نتوما ديروا لا ديفيرونس ديال ديال اولا الخطوطه باللوان فوالا باللوان. وهذا هذا شنو كيبقى 350 تاع هذا غزال. هذا داير 300 درهم هذاك الماغون وجا 350 درهم ولا كيبقى سوا 300 درهم. المهم نتوما الا بغيتو شي حاجه مرحبا بكم. المهم راه ملي غادي تجربوا ملي غاديو تشوفوا ما غاديش تخرجوا بلاش. بالنسبه لهذاك الموديل يعني الفوقاني كاع هذاك راه ناتشورال يعني ودي اللاطه في اللون ديالو الاول اللي الفوق الاول اللون من الفوق كيبقى ب 300 درهم لليتر داكوغ. في اللون ديال العود هذا ناتشورال العود العادي من موراه كاين هذاك الماروسي هذو فيرني هذو مارو كيبقى ب 300 درهم. 300 الثالث هذا الثاني هذا كيبقى ب 290 درهم. هذا البنات اللي كنزكيو 290 درهم هذا 290 يعني راه العود كيبقى نفس كاليتي ديال العود. هذا شو فيرني مارو كيبقى 290 درهم. اوكي هذه ديال 350 زواقه مشارجه داكوغ راه كتبان من كتبقى ب 350 درهم. هذا الموديل ديال القنبوله هذا شو هو هذا قنبوله قنبوله يعني الموديل ديال القنبوله كيبقى ب 350 درهم. كاين هذا الموديل هذا شو هو ب 350 درهم 350 شو معايا واحد المره لافينيس يعني لافينيس ميته كما تنقولوا حنايا تبارك الله. وكنعاودوا ناكدوا الثمنات راه بالعود يعني بالعود ديال السداري. بالنسبه لهذا البانو هذا داير ليه 240 درهم للمتر. علاش هذا طايح؟ 240 درهم دايرين حنا الزواقه سامبل سامبل والزواقات مقوشين بالليزر. داكوغ فيفو مقوشين بالليزر. كتجي كتخدم عندكم فلاطو ديال هادشي كامل حسن. كلشي كنخدموا فلاطو تبارك الله. ان شاء الله كنوعدوا المشاهدين يعني الفيديو الجاي غنصوروا فلاطو ولي باش تشوفوا الصباغ كيفاش كيخدم هذاك الشيء. شوفوا هذا عاوتاني هذا الزواقه ديال الاسلاميه كتبقى ب 350 درهم. راه الفاز ديالها عريض راه 21 في العرض ديال الفاز ديالها. وهذا هذا 290 درهم. شوف البنات الزواقه كيفاش دايره الزواقه السلسله هذه شوفوا كيفاش طلعت زوينه في الصالون. واللي بغات السامبل كما قلنا في اللوينات او لا 240 درهم 240 240 كاين ثاني في الاس 240 درهم. يعطيك الصحه. كاين هذا الموديل شو السامبل اللي بغات شي حاجه بحال هذا بحال هذا الدوغي هذا ما تكون فيه حتى شي زواق. 240 درهم 240 يعني فاز ديال ليطر شوت. وواحد الحاجه حسن كنت سولتك لها في الكواليس وبغيت نقولها لك. واش ممكن مثلا انا عندي صالون طالع ليا في راسي كان عندي داك الدوغي بغيت نعاود شي واحد من هادو ماشي مشكل يعني الا كان عندك فيرني بغيتي تبدل الصباغه راه نقول لك كيكون اقل من هاد الثمن اللي قلنا يعني غيكون اقل يعني كنعرف اسمو غير الا مثلا شي بغيتي دير غير الصباغه بطو حاجه تناقش الا كان عندك العود مزيان الا كان العود مزيان حيت اكثر داري مثلا داري كيكون مزيان خصك غير كوطيه و باش تناقشو وتصبغو راه ناقشو يعني كيبقى 230 درهم المترو. الله يعطيك الصحه. اللي بغا يبدل لافاس يعني لافاس كتبقى مثلا عندك شي حاجه خدينه بهاد الوجوه لافاس ديال حنا كنقولوا بغينا نبدلو التوجيه مثلا عندك سداري ديجا وبغيتي بحال هكا ما تعرفش سداري عادي وبغيتي تاخذي واحد فانت عندك الكوطيات مزيانين اولا انت بغيتي تبدلي لان الكوطي كتمشي معاك. الوين كيبقى 250 درهم لافاز ديالها. هكذاك طوب بلاتي يا حسن ضربتي عليا في النوايي والنوايي عاد غادي نشوفوا لان هو اللي داير طوندونس.
سالينا دابا من العود اللي كيجي ميتاليزي. شوفوا البنات هذا هو العود ديال النوايي، حتى هو كيكون عود عود ليتر. هذاك عود ليتر شو كيكون تسمى هذا الباندر ولا شو؟ هذا الباندر الثانية هذه هذه كتكون في السوق المغربي في طنجة. هذه ليتر كل هذا عود شوف وكيجي في المنظر خطير ديال الصح. طلع زوينه. شوفوا البنات الكوان ديالو كيفاش كيجي، اولا هذا الكوان اللي كيجي دابا زعما خفيف. هذا الكوان ديالو هذيك ماشي هذيك الزواقه، هذا شي 600 درهم. 600 درهم زواقه غدا، هذه الزواقه ديال الاودي. هذا شي الله الله الاودي، راه قلت لكم راه كاين طوموبيلات هنايا اللي بغات شي روج ولا شي اودي عاد 300 درهم البنات. 300 درهم لكن غزايره تفرح. كاين عندنا واحد الطوموبيل واخا نشوفوا هذه دونك الفرماجه، هذه كتحل حسن. كتحل. اوكي، والمفاجاه اليوم كاينه في الثمن ديال الفرماجات، تاخذي فرماجه تهزيها وتركبيها عندك كتكون سهله. هذه حنا كنديروا لها واحد كتهز كامله كتهز فرماجه، با تحط فيها شي ديكور ولا فيطات اولا خزيه اولا ميطات. هي كتكون صغيره داك الكوان، ما كتشدش الاتساع ديال الكوان كامل، دابا ما بقاش داك الكوان كامل. هذه العبار ديالها راه تهز لك جماطات وثلاث ماطات بالنسبه للناس اللي بغاو يستغل فيها لي زور. لي زور الخدا هادي يعني ما كاينش شي فرق بينه وبين الكاري، بين الكاري صح، وحيت كتكون حتى هي كتكون فيها يعني 70 سنتيم هنا في العرض ديال بحال النص ديال الكوان. النص ديال الكوان الله يعطيك الصحه. سولتك حسن على الفرماجه، واش كتبع كومبلي ولا كتبع الميترو؟ بالنسبه للكون فرماجه حنا دايرين ليه 750 درهم، هذا الموديل ديال النوايي. بالنسبه لهذا النوايي دابا انا نجي عندك نعطيك 750 درهم تعطيني هذه كامله. نعطيك الكوان فودي الكوان كلها كلها. بالنسبه للموديلات الاخرى اللي شفتو معنا هذاك ثمنه بوحدو. بالنسبه هادو كيبقى ناقصين هاد النوايي، هذا كيبقى ب 650 درهم المية. داكوغ 650 درهم فرماجه كلها. فرماجه يعني الكوان ديالو. بالنسبه للفرماجه التحتانيه راه كتمشي كنحسبها. لا ما كنهضرش على هذه، انا كنهضر لك على هذه دابا. هذه نجي نهزها كامله صوبها لي ب 750 درهم بالغطا ديالها بهذا العود. الله يعطيك الصحه والله حتى رخيصه 15000 ريال. بالنسبه للسداري ديال الفرماجه كيمشي على حساب 100 متر بيان سيغ. لا هذاك ما هضرش يعني واش 90 متر ولا 80 يعني على حساب العرض ديال السداري. اوكي دونك نعاودو نرجعو للعود اللي قلتي لي. هذا العود ديال النوايي مخدوم بلاكاج ديال النوايي يعني هو الفاز ديال الليتر يعني راه تاهو مخدوم من 40. هذا كيبقى ب 370 درهم للميتر. ملي كنقولوا 370 درهم سواء كان فيه 70 سنتيم في السداري 70 بحال 75 يعني ما كاينش فرق بيناتهم. اوكي الفرماجه كيفاش غنعبروها والكوطيه كيفاش غنعبروها؟ يعني بحال مثلا هذه الفرماجه هذه عندنا مثلا حنا 70 تكون فيها 90 مثلا الفرماجه ديالنا 90 يعني كتبقى 90 90 متر و80 متر و80 هي هذيك نيت متر و80 فوالله يعطيك الصحه. غتعبرها بالنسبه لهذه الكوطيه هذه تكيف تحسب جوج متر هذه جوج متر هي اللي قلتي لي ماشي بحال هذو ثلاثه يعني هذه ناقصه الثمن حيت كتجي اوني ما فيها لا خدمات الوسط لا الله يعطيك الصحه تكون سام. دونك هذه البنات كتخلصوها على اساس انها فيها جوج متر جوج متر داخله فيها كما قلت لك 70 هي هذه لافاصل هي داخله فيها لافاصل كلها. انا ما نعرف الكوطيه ديالي جوج متر يعني مثلا عندي سداري في ميتر كاين بلايص اخرين كيحسبوا لي مات 70 بوحدها يعني هو كيدخل لي الكوطه يعني بجوج متر ولا كيحسب لي هذاك مثلا بجوج اونس كيدخل لي هذيك 70 سنتيم كيحسب لي التحتانيه. الله يعطيك الصحه. لا عند حسن كتاخذي الكوطيه بالتحتاني ديالها يعني هذاك هذا هاد لافاساد هاد التوجيهه معاه داخله في الحساب يعني داخله في الحساب ديالها. مثلا عندها جوج متر سداري في جوج متر وكوطيه تحسب لك 4 متر 4 متر يعني جوج متر ديال الكوطي وجوج متر ديال الدراري اللي عندك الدراري فهمتي. بالنسبه للعبار يعني الناس راه كنحسبوا لهم داكشي اللي عندهم فهمتي بحال مثلا كاين متر 80 كنحسبوا لهم متر 80 يعني بلاصه اخرى كيقول لي لا متر 80 كيحسب لي الجيم. مثلا انا جيت عندك باش نعبر عندي 3 متر تيقولوا لك لا راه كاينه 3 متر و50 يعني واش هي طبيبه حاشي مثلا الدراري فيه مثلا 62 كيحسبوا لك 3 متر علاش؟ يعني كيزيد في الكاري كيزيد 40 سنتيم حيت غيزيد راسو بقاتني الاسمنه كيقول لك مثلا ناقص في الثمن ولكن كيزيد على الناس في في الميتراج. لا انت ملي غنعبرو غنعبر العبار كنحسبوا لهم هذاك الشيء اللي عندهم متر 80 كنحسبوا متر 80 الله يعطيك الصحه 40 كنحسبوا لهم متر 40 الله يرحمك الوالدين. وراه شوف الناس راه كتقلب على راسها سيغي على المعقوله عباد الله والله ملي كنحطوا حنا وجهنا راه وجهك زائد وجهي باش كنعطيو الناس. العبار هذا راه بحالو بحال الميزان فهمتي. والله اللي كيخون في الميزان راه بحال ما بداك الله يعطيك الصحه. دونك هنا هاد نعاودو نوريوهم غير لافينيسيون كيفاش دايره ديال هاد الشين راه كتحمق البنات. شوفوا تبارك الله الفرماجه كيفاش مخدومه خدمه نقيه بزاف يعني غادي تدخلي وغادي تقلبي ولكن هنا غادي تشوفي ان شاء الله علاش لا ملي غادي نصوب ان شاء الله صالونات تعاودوا نوريوكم. البونش هو اللي بغى البونش راه كيبقى ب 600 درهم للميتر. هذا اش من بونش 33؟ بونش 33 مغلف بلابيس وارونج من الفاز ديالو. داكوغ. يعني انت تصوب لي صالون كلشي بيه. صالون كومبلي كلشي يعني اللي بغى البونش 33 كيبقى ب 600 درهم.
يعني اللي بغاه بالرسول كيبقى ب 550 درهم 100. وشنو الفرق بيناتهم؟ ما كاينش شي فرق بيناتهم. غير كل اللي جيبو صافي 50 درهم تقريبا ناقصه ماشي شي حاجه. ندير الفرق اللي ناقصه. ها باش نعرفو. بالنسبه للكارونتي راه فين 15 عندي الكارونتي. تبارك الله. غير 15 عندي الكارونتي. هذاك الشوم على العود كنخدمو من الفوق كنخدمو بالبواروج. لا البواروج. ماشي البواروج كندير نقيهم. مسكين اللي كيخدم غير بداك لي بالاز. يعني دار فين من الداخل وحتى من برا ديالو فهمتي. ما عندك الصحة. هادو علاش مخدومين هكايا غير نتوما. اه باش ما يبقاش يلعب بصح الله يكثر. ما فيكسيسيوم علاش يبقى شي. اه ما شاء الله. دابا غادي ندوزو للطبلة اللي كتكون مع في هاد العود نوي. هادي الطبلة ديال نوي. كتكون نورمالمون طبلة كبيرة ولا مربعة على حساب لا كليونتي شنو بغات. بالنسبة للطبلة الكبيرة ديالها يعني متر 20 متر 30 كتبقى يعني ب 3500 درهم. طبلة هكا طبلة كبيرة ديالها 3500 3500 شحال فيها الميتراج؟ كتكون فيها متر 20 اللي بغى اللي بغى حتى هي هكا برجيلة وحدة برجيلة وحدة. شوف الخدمة ديالها نفس الخدمة تبارك الله. لا فينيسيون ديالها شوف البنات الصاية اللي كتجي هكا بحال الشكل ديال داك المجمع الحنة داك الثماني بحال هكا كتجي فيها هاد الستيل هكايا غزالة. دونك بالنسبة للسوندرية تتبقى الثمن ديالها السوندرية كتبقى ب 1100 درهم 1100 درهم البنات بالعود نوي السوندرية ديالها واعرة غير سوندرية مستعدة راه صفري راه السوندرية تدخل حتى 1500 درهم. شفتهم انا شفت قي انا داك من بكري الثمن تنقول لك لان الله يعطيك الصحة عندك اثمنة زوينة وبغينا كلشي يستافد. غادي نوريهم دابا واحد سكوتي اها تكري هذه ديال المخرج هذيك كتمشي مع الموديلات ديال المخرج هذا فين هو هذا كيمشي مع اي موديل فات المخرج هذا داكور تمشي مع هذا اللي عجبنا قبيله اي موديل ديال المخرج كتمشي معاه تمشي معاه ماشي غير 3 متر داخله في هذيك 70 ديما اي كوطيه مخرجه مثلا هذاك الموديل كنقول لي هذه منو كتفيكس هذه من الفوق يعني كتمشي مع اي موديل داكور دونك هادي تتمشي بحال كنقولوا حنا موديل ستاندار ستاندار فيها اي زواقه تما كتدخل معها هادي هذا كيتحسب فيه 3 متر لان فيه الخدمه وين قلنا لي سامبل بحال هذا ديال شين كيبقى فيه بزاف كيتحسبوا بالجنيه داكور. دونك سي حسن مازال لنا هاد البانو هذا غادي نشوفوهم هذا الاودي هذا هو الاودي اللي شفنا فيه قبل شفنا هاد الدور تما دابا وريناكم هنايا واللي كيدير 300 درهم البنات دائما كنهضروا على الصباغه لا فينيسيون ميتاليزي بشكل روعه وهذا هذا الموديل ديال القوس هذا كيبقى 280 درهم هذا راه شويه طرف اللون ديالو فهمتي العود العود اللون ديال العود كيبقى ما مصبوغ الكاليتي ديال العود كي داير يعني راه مكيدير مزال هو الكاليتي مزيان كاين هاد الموديل الزواقه كتسمى دراج وكشف اييه اللي كتبقى ب 300 درهم للميزان هادي 300 درهم. المهم نتوما عقلوا على الثمن تاع البنات هذا هو كيبقى 280 درهم للميزان فيه بحال القواس هذا نفس الثمن كيبقاو يعني كله 280 280 درهم ولكن فينيسيون غزاله يعني هنا تبارك انت تبارك الله كدير ما شاء الله جميع انواع السبادر جميع انواع الموديلات جميع انواع الزواقات شي موديل مثلا بغي يسيفطر لنا سكرينيه واكيد غادي تلقاوه لي ما لقيتوش عرفوا راه غير تقادات. دابا غادي ندوزو ليهم قلتي العظم نشوفو حسن ها هما واحد البانو اخر كاين هذا فيرني هو فين كيبقى 300 درهم للميترو شوف هاد الزواقه هادي العود تحتملات هي اللون ديالو ديال الشامبون كتبقى تو 300 درهم للميترو هذا راه كاينه الطبله ديالو هي اللي برا كاينه الطبله هذا كيبقى 290 درهم للميترو نوريكم غير الزواقه هكا شوف معايا رافينيسي ديال الفيرنوس اللي كنديرها هذا 290 هو الثمن ديالو وهذا هذا هو 350 هذه زواقه اسلاميه الله ارابيسك البنات عندي هذه انا في الدوغي صايره خو كاين عاوتاني العود هذا الموديل هو هذا فيرني 290 درهم للميل ما شاء الله شي زواقه تاع توصل تقول لي هذه اللي غندير هذه كتبقى 850 850 850 كاين واحد الموديلات ديال العظم ديال العظم اللي غادي نشوفوا الصندري ديالهم هي هذه البنات هذه الصندري ديال العظم حتى هي كيكونوا فيها الالوان هذاك العود ديال الاكاجو اللون ديال الاكاجو هذا العود ديال الاكاجو تيكي الكوفاز مثلا اللي بغات هذه في رجل وحده مثلا تقدر تصوبها لها في رجل مثلا على حسب كما قلت لي يعني على حسب شوفوا هذا داخل فيها واحد الزواقه ها هي هنا وهي السرك هذا مخدومه بالسرك هذا السرك بحال شكل النحاس هذا ياك شوفوا البنات كتجي غزاله ورجيله ديالها ثلاثه درجيلات باردون وتقيق لا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ماصي فيني كل اكاجو مش الفرجلين ديالها على فهاد ما شاء الله زعما عرفتي الطبله كي غتكون الطبله ديالها هادي الثمن ديالها كتبقى ب 900 درهم للميترو هادي 900 درهم ولكن راه الخدمه الناس عقلوا على السميه هادي ديال العظم كتبقى ب 3300 درهم الطبله الكبيره الطبله الكبيره ديال 3000 الطبله ديالها الكبيره 3300 هادي الموديل ديال لي فاس ديالها
والالوان عندنا فيهم تقريبا شحال شي ثلاثه الالوان. اللون اللي شفنا دابا هو هذا. هذا هو اللون الاول. كاين هذا مفونسي شويه، كاين هذا مفتوح، كاين هذا مغلوق. هذا الغامق ديالهم تقريبا ثلاثه نفس الستايل كلهم ديال العظم. ولكن هذا عاوتاني في واحد ديال الاكاجو من هذا الشيء. ها هو يعني هذا اللون ديال العود شتي هو في اللون الاصلي. هو في ديك الحموريه بحال هكا. سبحان الله العظيم. ولكن في واحد لابغيونس هنا، واحد بريو يعني واحد البريو ميغوار افي ميغوار اللي بحال تشوفي فيه وجهك. ها انتم غنبان فيه كامله بحال فيه. وعاد هاد السليكات اللي قلنا بالنحاس. مصممه بالنحاس. ما شاء الله. دونك بثلاثه، واكيد الزواقه ديالهم راها معروفه ديما. 450 كلهم 450 درهم للمتر. يعني الاكيد راه معروف الثمن ديالو في الصفحه ديال المتر كاين. الله يعطيك الصحه ولكن تبارك الله راه خدمه كما تنقولوا خدمه متقونه ما شاء الله. شي حاجه حسن قلتي لي في لي فاس. كاين عندنا هاد الموديلات ديال لي فاس هما كملتك فاس 40 هذا غلي تبارك الله. في الغل ديما كيبقى الثمن ديالو 370 درهم للمتر. ولكن البنات على فينيسيون. كتشوفوا معايا الصباغه، يعني الصباغه راه 100 باليزي فهمتي. وتا الفيرنر فيرني سبيسيال. واحد السؤال حسن، هاد الصباغه اللي بحال هكا باش تمسحوا؟ يعني هذا لا شيفون هذا ناشف كما قلت لك. انا راه فيرني سبيسيال. ماشي فيرني هذه يعني تدخل غابره ولا ما يخافوش. ماشي شيفون هذه تمسح به. الله يعطيك الصحه. دونك كاين هذا الموديل، وكاين واحد الموديل اخر هذا هذا تخوا دير شي حاجه عاوتاني. كاين هذا الموديل هذا قشر الحوت ولا شنو هذا؟ الله اكبر. دونك هادو موديلات جديده. قلنا هذاك اللي قلنا ب 300. هذا قلنا 350. 350 هذه فاز ديال 40 فاز 4 4 سنتيم. اوكي هذا كاين هذا هو نفس الثمن. هو كما قلت لك ديما فاز ديال 40 ديما 4 سنتيم بروفولت كيبقى 350. حتى هو 350 ولكن حتى هو فينيسيون البنات. فينيسيون يعني شوف 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 تبارك الله. شوف فين يعني شفت الصفاره راه ملي كتزومي كتبان عرفتي ليس لواحد الدرجه ما تصورش تبارك الله. كاين هذا عود 100%. كاين هذا هو يعني فيرني هذا هو في الاول كيبقى 350 درهم للميتر. نعاود نوريك. وفيرني كما قلت لك هو راه فيرني بيستولي. ماشي بالشيت اللي كتخدم فيه ديك الكميات. فيرني بيستولي كيبان يعني بحال الصباغه. شفتي كيبان بحال الصباغه. تبارك الله زعما. كيبقى 350 درهم للميتر. هاد السواق. كاين هاد الموديل ديال دراجو كسيف. هي هي اللي كنشوفها. شفتي كيفاش كتجي شي. كتجي سابل من الفوق ولكن شوفوا العود كيفاش داير تبارك الله. معروف يعني كتبقى 300 درهم للميتر. هادي 300 درهم. 300 درهم للميتر. وهادي. كاين هاد الموديل اللي منقوش بالروبو. هو شو راه فاز 40 4 سنتيم فوق كيبقى 370 درهم للميتر. واعر هذا 3 دي شي حاجه هبال. العود ديالو راه فيه تقريبا شي 21. هذا عالي هذا عالي على هذا. فيه الصابون. الله يعطيك الصحة. كما قال لي حسن قال لي راه الصالونات تبارك الله اشكال والوان. شوفوا هذه هي غنحاولوا نوريكم موديلات. هنا فيه صالونات وفيه حتى طوابل يعني الميدات وفيه حتى الكوطيات. راه كاين حاجه سامبل اللي بغات سامبل تو كديروا. كاين موديلات بزاف يعني هانتوما هذا الكريميتاليزي هذا راه كاين في السامبل اللي بغاتها هكا غير طبله عاديه ما فيها حتى زواقه برجل وحده بثلاثه درجيلات. شوفوا لي هاد الصالون شحال تيحمق. شوفوا عاوتاني الكريم. المهم نتوما انا غنوريكم نتوما تبارك الله راه اللي بغات سكريني هذا بحال داك اللي وريتينا في هذيك لابوند من تحت. اييه تبارك الله كاينين كما قلنا اشكال. هانتوما هذه بحال اللي عندك بحالها هي برجيلات. وغادي نوريكم حتى الكوطيات واللي عجبها شي موديل اولا عندك ديجا انت شي تصويره اولا مشيتي هادو الضيافه اللي عنده شي موديل مثلا ياك حسن. هادو الضيافه هادو الضيافه راه وهادو كوطيات كيفاش كيجيو كيحطها في المبرات كويس. يعطيك الصحه بصح سواء بغا دير لهم هذا الزاجه ولا لا. دونك هنا هادو الصالونات ها هو داك اللي قلنا هذا الاكاجو ياك هو هذا. لا هذا فيرني. هذا داكوغ تيبان بحال الاكاجو. المهم تبارك الله هذا الشيء راه تيدوق ما شاء الله. كاين اشكال غنحاول غير ندوز لكم هكا. وانتم الا كما قلنا عندك شي حاجه شتي عند شي حد شي صالون دخلتي الانترنيت الفيسبوك وبان لك شي موديل لان يعني كاين موديلات تبارك الله 2023 داكشي عاوتاني الهبال راه الثمانات دائما على بوغتي ديال كاع الناس. قلتي لي بالنسبه للكوطيات حسن قلتي لي كوطيات فيهم بالنسبه للتكايات كما قلت لك كاين ديال الجميترو انواع ديال التكايات. كاين بحال مثلا هذا الموديل هذا الجميترو. اييه كاين هذا سوا الجميترو هي اللي كتكون ما فيهاش زواقه لداخل كتكون هي منقوشه فهمتي. بحال مثلا هذه بالجميترو يعني راه منقوشه هي كتمشي على حسب الموديل اللي غيختار الكليان. داكوغ دونك كما قلنا الا عجبها هي شي موديل بالجميترو هذه 2 متر. هذوك اللي ورينا المراه كيتحسبوا ب 3 متر معروف. بالنسبه للكوان تاع حسن هذا المربعين كيفاش كيتخدم؟ هذا الكوان هذا كيبقى ب 900 درهم كوان مربع كامل مكمول. كامل في اي زواقه بغات اي موديل كيبقى 950 درهم قسما بالله. الا قريب هذا الثمن حسن خديت خديته انا
شحال هذا شي 5 سنين دابا بون اوكازيون قريب لها الثمن اللي قلتي باش قلت لك الاثمنه اللي دايحنا راه اثمنه مناسبه المونتاج اللي عندنا هو ان تنخدموا به يدينا فهمتي بالنسبه للكلاطونيه غادي تشحالوا مع النجار ديريكت فهمتي ديريكت يعني ماشي غادي يمشي مثلا للمول التوغ وياخذ من عنده ويمشي يعني النجار يقلب النجار اللي يخدم شوفوا هاد الطبله هذه اللي كتجي هكا بحال فيها المهم كما قلنا الطبله تبقى اشكال والوان ايوا لهلا اختك حسن تبارك الله كلشي ما شاء الله عليك شكرا لك بزاف على الحلقه الجميله الجميله ديال بصح لان انا كنموت على شي حاجه سميتها التراث المغربي ديالنا الخدمه على الصانع المغربي على اليد المغربيه تبارك الله اللي كتنقش وكتحفر لنا وكتصاوب لنا اروع ما كاين في السوق بثمن وبجوده كانت زوينه يعني اسمنه مناسبه وتاخذنا لافينيسو الله يعطيك الصحه يعني الناس اللي باقي ما فرشوا الصالون ديالهم نقول لهم مرحبا بكم يعني راه كاينه اسمنه مناسبه ما شاء الله لافينيسو خدمه نقيه فهمتي الله يطول عمرك بالنسبه للتوصيل يعني الناس يعني كل شيء خارج كازا يعني راه كيتوصل وبالنسبه لداخل كازا ديال فريزور كيبقى على حسابنا داكوغ الله يعطيك الصحه على حسابنا اللي خدا مثلا شي طبله ولا الصندريه ولا شي حاجه يعني انا كنت كنفوري ترونسبور كندوري حتى للدار الله يعطيك الصحه وتوصل فابور الله يطول عمرك داخل كازا وخارج كازا اكيد راه كاين ترونسبور غادي يتفاهم معكم في الثمن فالهلا يخطيك نتلاقاو ان شاء الله في ساعه زوينه واكيد مع صالونات اخرين الا كانت شي حاجه هذه المره غير تكون عزيزين حيت لان الناس كيبغيو السلعه ديالهم تكون عندهم في البلاصه بحال هادو قال لي دابا اجي جاب لي راس السلعه غادي تمشي فالهلا يخطيك ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه اخرى تبارك الله عليك سي حسن انت انا غادي نختم معكم حلقه اليوم على اثر اللقاء بكم اكيد في حلقه جديده ان شاء الله مع حسن النجار المغربي ديالنا المعقول ثقة سلعة كتوصلك في الوقت الأمانة لو سيرفيس أبخي فوند البنات هذا حاجة مهمة يعني ملي كيوصلك السلعة ديالك كيبقى معاك في التليفون سلعة مزيانة كتصوري ليه الصالون ساتيسفيت كلشي مزيان عاد كيرتاح هادشي طبعا من اللي قال لي سي حسن وإن شاء الله تعالى كما كتشوفوا راه الإنسان كيبان عليه من وجهه بأن عنده صدق وللأمانة فقط سلعة ناضية يا البنات ناضية على حساب وعلى ضمانات جميلة أونلاين اللي دار لكم شي حاجة أنا معاكم لأن شفت بعينيا وقصت بيدي يا البنات يلا نتلاقاو إن شاء الله في ساعة زوينة ونخليكم فرحة الله ودائما قبل الختام غادي نختم بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنساوش دائما ميم أوغ ميم أوندغوا سيغ ما شين كنحماق عليكم وتبقاو على خير بستمع لكم باي باي.